كغيره من الشباب يبحث عن مشروع يحقق فيه ذاته. كان حماس المهندس أدهم عباس لتأسيس مشروع التعبئة والتغليف، والذي طالما حلم بتأسيسه هو الدافع لحصوله على تمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإسكندرية. لما بدأت التجهيزات بتاعة المشروع وجبت المعدات الخاصة بي، بدأت أتعامل بعد كده مع جهاز تنمية المشروعات، وفر لي تمويل، والتمويل ده كان مناسب بالنسبة لي من ناحية شروطه ومن ناحية فترات السداد الخاصة بي، ساعدني أن أنا أوسع المشروع لحد ما، وعندي خطوات إن شاء الله أن أنا أوسع في المشروع أكبر من كده وأضيف بعض المعدات الإضافية للمشروع. المشروع بيهدف أن أنا بحاول على قد ما أقدر أني أعمل قاعدة صناعية بتنتج كل ما يتعلق بموضوع التعبئة والتغليف. حوالي 500 ألف جنيه حصل عليهم أدهم من الجهاز لتمويل شراء الخامة والتصنيع حتى عمليات تسليم المنتج للعميل بقسط على مدار 3 سنوات وبفائدة متناقصة 5%، وذلك لكونه مشروعا صناعيا. أنا أخذت تمويل قدره 500 ألف من الجهاز، وكانت الشروط بتاعته كتير ممتازة وكانت مناسبة بالنسبة لي. يمكن أنا شفت شروط برة لتمويل الجهات الحكومية، لكن الشروط اللي قدمها الجهاز كانت تعتبر كويسة جدا، سواء من ناحية معدل الفايدة أو إنها فايدة متناقصة. مشروع على مساحة 600 متر مربع ينتج شهريا حوالي 200 ألف عبوة، أي ما يعادل تقريبا 2 مليون عبوة سنويا للسوق السكندري فقط. ويأمل أدهم بأن يتطور المشروع بسعة إنتاجية متزايدة ويصبح قاعدة صناعية في مجال التعبئة والتغليف من بداية المرحلة وحتى تسليم المنتج إلى السوق. الدولة النهاردة بتدعم الصناعة وده شيء كويس جدا، فبالتالي أنا لما أدخل مجال التصنيع دي هتكون فرصة كويسة بالنسبة لي، مش هيكون في خطر لأن السوق كبير ومتسع وحجم الطلب فيه عالي جدا، فبالتالي مش هيكون في أي خطر أو تخوف من أن أنا أعمل مشروع هنا في مصر. لا يقتصر دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على الدعم المادي فقط على حد قول أدهم، إلى جانب ذلك يقدم الدعم الفني والمتابعة للمشروع لضمان نجاحه، فضلا عن المظلة التشابكية بين العملاء وبعضهم لتعزيز التعاون وتبادل الخدمات. أي حد كان متخرج، الخريجين أيضا، مين فيهم عايز يعمل مشروع، مين فكر في فكرة، مين ما عندوش فكرة، كل ده حاجات احنا بنزوده بيها. عنده فكرة بنبتدي معه على طول بدورات تدريبية ومعلومات وأفكار وإرشادات عشان يبتدي يحط الفكرة بتاعته على الطريق الصحيح وعلى البداية وعلى الخطوة الأولى. فكر فيها، جاب المكان، بنساعده في تأسيس المشروع بتاعه، بطاقة ضريبية، رخصة سجل تجاري، أمن صناعي، تأمينات، كل دي عندنا وحدة الشباك الواحد في المكتب. ينتظر أدهم الوقت الكافي لنجاح مشروعه الذي بدأه قبل 4 سنوات، فقناعته أن الفكرة الناجحة ليست فقط في تمويلها وإنما في القدرة على التخطيط لها وتوفر جهات تدعمها وتسهل نجاحها.